السعودية لم تكن ضمن الدول العربية والخليجية التي طبعت العلاقات مع إسرائيل، ولا توجد علاقات رسمية بين البلدين. فكيف دخل الفريق الإسرائيلي إلى الأراضي السعودية للمشاركة ببطولة الفيفا الإلكترونية لكرة القدم؟ هكذا تساءل البعض بعد تداول فيديو لمشاركة الفريق الإسرائيلي. الخبر مشاهدينا كشفت عنه أولا وسائل إعلام عبرية، قالت إن السعودية سمحت للفريق الإسرائيلي بالدخول لأراضيها بجوازات سفر إسرائيلية. الفريق يتألف من 3 لاعبين وهم الذين نرى صورهم هنا، وبصحبتهم يوجد المدرب ونائب مدير الفريق، وهؤلاء 5 دخلوا بجوازات سفر إسرائيلية إلى السعودية عبر دولة الإمارات بحسب الإعلام الإسرائيلي. الفريق الإسرائيلي الذي حضر بالطبع لم يأتي بلا دعوة، وهذه الدعوة تلقاها عبر رسالة من الرابطة السعودية للرياضات الإلكترونية مع الموافقة على دخوله الأراضي السعودية للمشاركة في البطولة التي تمتد من 6 إلى 19 من الشهر الجاري. الرسالة مشاهدينا لم تذكر كلمة إسرائيل على وجه التحديد، لكنها تقول إن كافة المنتخبات تستطيع دخول الأراضي السعودية للمشاركة. مدير الفريق الإسرائيلي سفيكا كوزمان لم يخفي أنه كان مترقبا طوال الوقت للموقف السعودي من المشاركة، وقال إنه كان على اتصال طوال الوقت بالمسؤولين في الاتحاد الدولي الفيفا للتأكد من أن السعوديين سيسمحون لأعضاء فريقه بدخول المملكة للمشاركة، وأكد أنه لم يكن هناك تواصل مباشر بين السعودية وإسرائيل، إنما فقط عبر الفيفا. كوزمان أكد أيضا أن الفريق لن يعرض هويته الإسرائيلية علانية، لكنه لن يخفي جنسيته في البطولة. الفريق طبعا يحتاج خلال إقامته في السعودية إلى حماية، وهو ما ستوفره السعودية للضيوف المشاركين. في محاولاتها لإطفاء صفة العالمية وفي ظل الانفتاح الذي تشهده البلاد، كثرت الأنشطة الرياضية التي تقام بالسعودية طبعا، ولكن مشاركة الفريق الرياضي الإسرائيلي أثارت ردود فعل متفاوتة على مواقع التواصل. فهنا ثامر الغامدي يقول: بالمنطق والعقل، هل استضافة السعودية للبطولة بحضور منتخب أو فريق من دولة ما تربطنا معهم علاقات دبلوماسية يعني راح يكون هناك تغيير في الموقف السياسي؟ أبدا لا، وهذه بطولة رياضية لا تتعدى المجال الرياضي فقط. أما يزيد فيقول: فقط للمعلومية، من شروط الاتحادات الرياضية الدولية على أي دولة تستضيف حدث رياضي أن ما يكون هناك حرمان لأي دولة مشاركة، وهذا اللي يؤكد أن الرياضة مختلفة عن المواقف السياسية. سام يعلق أيضا على تويتر ويغرد قائلا: جيراننا الأعزاء، لم نرى منكم إلا كل خير، فأهلا وسهلا بكم. تغريدة أخيرة من يوسف الذي يتساءل قائلا: ما بكم يا سعوديين؟ بطولة الفيفا لألعاب الفيديو تقام سنويا مشاهدينا، وتشهد مواجهات في أحدث نسخة من لعبة فيديو كرة القدم الفيفا، وقد رصدت السعودية لجوائز هذا العام 3 ملايين دولار أمريكي. المزيد عن البطولة في هذا العرض. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.